أهلا بحضركم مرة أخرى مولانا. في من بعض الأسئلة الدارجة حول شهر رمضان، البعض بيتساءل هل ختم القرآن في شهر رمضان هل هو من السنة أم هو أمر، للأسف يعني أنا أتحفظ على التوصيف، ولكن بعض الآراء يقول أنه بدعي، يعني لم يأتي له ذكر. هل الأولى أن يتم ختم القرآن في رمضان قراءة أم تهجدا في الصلاة كذلك؟ العلماء قديما في الأجيال الأولى مع في القرن الأول يعني ذهبوا إلى أن القرآن إما أن يختم مرة أو مرتين، وأخذوها من حديث أن النبي كان يعرض القرآن على جبريل كل عام، حتى إذا جاء في العام الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى فعرضه مرتين. قال يبقى إذن في رمضان، وكان ذلك في رمضان، كان كل رمضان يعرض القرآن اللي معاه اللي نزل على جبريل من أوله لآخره، إذن فهناك ختمة في رمضان. آخر بقى رمضان اللي هو انتقل بعديها ختموا مرتين على جبريل، فأخذوا السنية من هذا. فالذي أقول إنه بدعة هو مبتدع جاهل، يعني هو جاهل أصلا. ولذلك ومن أجل هذا المعنى، ولما قامت الصحابة في عصر عمر بالتراويح خلوا 20 ركعة، وأقام عليهم أبي بن كعب. اشمعنى أبي؟ لأن الذي حفظ القرآن في من الأنصار كانوا 5، منهم عبادة بن الصامت ومنهم أبي بن كعب وهكذا. فالمهم أن أبي كان يقوم في 20 ركعة، أراد المسلمون أنهم يعملوا كده، فراحوا أنت عارف عدوا الحروف بتاعته وعملوه 30 جزء، كل جزء قد الجزء الثاني في الحروف علشان تقوم بيه كل يوم جزء، فتخلصوا في قد ايه؟ في الشهر. ايه الشهر ده جاي منين؟ ما خلصناوش في اسبوع ليه؟ ما خلصناوش في اكتر اقل اللي هو رمضان. رمضان مظبوط، اللي هو ابي بن كعب كان بيعمله مع الصحابه. نعم. فدي حتى التفت اليها المسلمون قديما في من القرن الاول. الذي بدا عد القران الحجاج بن يوسف الثقفي. فقسم القرآن 30 جزء علشان نخلصه في شهر، فإذا القرآن نخلصه في رمضان في شهر. هل في التراويح؟ ماشي، في التراويح زائد خارج التراويح ماشي، ما فيش مانع. خارج التراويح واحدة ختمة وفي التراويح ختمة، خير ربنا يبقى أحسن، يبقى أخير. فالمهم إنه إحنا دلوقتي عندنا الختمة سنة والختمتين سنة. والختمتين سنة. نعم نعم. مولانا البعض عشان يختم يقول لك إيه ده، أنا ختمت القرآن في رمضان 3 مرات، ولكن أو حتى مرتين مثلا، ولكن قد لا يتدبر وهو المقصود من قراءة القرآن وأن يتعلم ما فيه. هل هنا له قد يكون أقل في الثواب، ولكن بما مولانا تنصحه أن يفعل؟ لا، هو لكل مقام مقال. رمضان عبادة، يعني هو شهر عبادة قبل أن يكون هو شهر علم. يعني رمضان لو عبدت فيه عبادة أكثر يكون أحسن، لأنه هو شهر للعبادة. يعني بمعنى إن أنا علي إن أنا أخلص مثلا القرآن في ختمة في رمضان أحسن ما أخلص 3 مجلدات من تفسير القرطبي. نعم. قرطبي 20 مجلد، هقرا 3 مجلدات في الشهر عشان اتعلم وعشان كذا. لا ده مش وقت. العباده اولى، ده هنا العباده اولى، بره رمضان بقى العلم اولى. نعم. اصل اسف هنا البعض بيتعامل معاها ان هي حساب في البنك، ان هو دي محتاجه لتدريب وتربيه لاخلاص النيه لله. لان ربنا قال مخلصين له الدين. أنا بعبد شوقا. نعم. وليس بعبد هربا. نعم. إنما أعبد طلبا. نعم. فخلينا كده، ده دايما قلوبنا معلقة بالله وطالبين الله. نعم. نعم. مش إثبات حالة. نعم. فتملي ده، في ناس ماسكة الحاسبة
انا ليا دلوقتي قد ايه، انا طلعت قد ايه ذكاء، انا هيبقى ليه عند الله كام؟ فلا ال 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 أيوة القضية دي افتقدت التعلق، أكيد أكيد، هي تجارة الشوق، يعني. والشوق ده ما بيشتروهوش من السوق، نعم الشوق نعم ده هداية ربانية، سبحان الله، فندعو الله للمسلمين اللهم آمين الهداية. اللهم آمين. مولانا أيضا فيما يتعلق بحسن الصوت في التلاوة، نجد البعض حتى ربما في المواصلات العامة قد لا يجيد أو صوته ليس بالصوت العذب في تلاوة القرآن، وقد يجهر بالتلاوة في المواصلات العامة، فهل ممكن لمن يجلس بجانبه أن يتحدث معه فأن يكون خفيض الصوت بأن يتلو بصوت أحسن وأجمل؟ لا طبعا، أصل الصوت ده كان الإمام الغزالي يستدل بقراءة شاذة، يزيد في الحلق ما يشاء، نعم مش في الخلق، نعم اللي في القرآن في الخلق في ما الخلق، يشاء، نعم ويقول إنه يزيد في الخلق ما يشاء، معناها يزيد في الحلق في ما يشاء، الخلق، يعني صوته حلو. نعم فالصوت الحلو ده موهبة، أي طبعا. والموهبة التانية الأذن التي تدرك الأداء، اللي بيسموها الأذن الموسيقية. الأذن الموسيقية دي في واحد ما ولا يعرف ينشز كده تملي وما يعرفش هو كده، إنما في ناس بتحب الظهور، عايز يمسك الناس ويديهم يعني ما تيسر من صوته الشاذ، فده أمره إلى الله سبحانه وتعالى وينصح وكل حاجة. لكن الصوت الحسن هو معلش ثواب، إنما هو نعمة يشكر عليها. وطبعا كلما كان صوت القارئ صوتا حسنا، لأنه أمرنا أن نحسن أصواتنا بالقرآن. على فكرة الأداء السليم لو الواحد خد باله من مخارج الحروف، من المدود، من أحوال النون الساكنة والميم الساكنة، من الكلام ده كله، بتؤدي إلى أداء، إلى أنك تسمع مظبوط. إحنا مرة كان في واحد من اللي هم متصدرين بالصوت الحسن وفخور قوي يعني إن هو بيعرف إيه ينغم كده، ومرة صلى بينا التراويح، وبعدين صلى بينا التراويح الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ المقارئ الآن. الكلام ده من 30 سنة فاتت. لما الشيخ عبد الحكيم صلى بنا عرفنا معنى القرآن، يعني وانت بتسمعه كده فهمه. ايوه مظبوط مظبوط، فهمه ليه؟ الوقوف صحيحة، علو الصوت في مكان علو الصوت. الشيخ عبد الحكيم صوته ما هو زي صاحبنا ده، ايوه، انما صاحبنا ده ظهر معاه لما الاثنين انه هو مهرج يعني يعني بلياتشو في سيرك يعني، والشيخ عبد الحكيم لا، الشيخ عبد الحكيم ظهر بانه اهو ده السماع ولا بلاش؟ طبعا اهو ده السماع ولا بلاش؟ فطبعا حسن الصوت مش هو كل حاجه، انما الاداء هو الاساس. وكمان الاداء ده ليه فنون اخرى. طبعا الأداء ده كمان ده فيه 70 آية لازم تخفض صوتك فيهم علشان ما تدي معنى سليم. أكيد أكيد يا مولانا، بارك الله فيكم. طب نتحول إلى الاتصالات الهاتفية، في عدد من المشاهدين، أنا آسف جدا إن تركتهم في الانتظار فترة طويلة. أبو محمد اتفضلي فن. ألو اتفضلي فن. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة لو سمحت أكلم فضيلة الشيخ. اتفضلي فن. ايوه لو سمحت انا عاوز اعرف ايه الجزاء اللي هو بيقرا القران بس بيتهتف فيه، يعني ما بيعرفش يقراه كويس. حاضر يا فندم. عاوز اعرف ايه الجزاء بتاعه، يعني ده يبقى عليه مثلا وزر، يبقى ده يا فندم نتيجه عدم درايته باللغه العربيه، ولا ده نتيجه شيء مرضي؟ لا هو ما بيعرفش يقرا، يعني ما بيعرفش يقرا، يعني ضعيف في القرايه. ضعيف القراءه. تمام. ضعف في اللغه العربيه. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. حاضر استاذ سليمان اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ببعتي خمس حياتي للشيخ الجميل الرقيق اللي ببساطة شديدة بيوصلنا اللي احنا عاوزينه، وبدخل معلومة كده عندنا بجمال وبتأني ازاي الناس بقى ربنا يسامحهم. ليه سؤالين بعد اذن فضيلتك يا فندم. اتفضل. هل يجوز ان انا اقرا القران وانا مش متوضي، يعني على غير وضوء؟ دي نمره واحد. السؤال الثاني هو مهم جدا ليا الحقيقه،
بس خارج نطاق الحلقه استاذنك فيه يا فندم. اتفضل. انا طيب، انا الحقيقه كنت حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فعملنا قسيمة طلاق غير صحيحه، ما رميتش عليها اليمين، وجوز اختها مأذون فعمل لنا القسيمه. جينا بعد سنتين قالت لي لا القسيمه ماشيه وتزوجت. ايه وضع الشرع في هذا الموضوع يا مولانا؟ انت قلت لها انت طالق؟ لا. ومن المأذون كتب من غير انت ما تقول؟ هو المأذون جوز اختها، فرحنا له قلنا له. انا مش سامع سيادتك. هل قلت لها انت طالق؟ لا ابدا. يعني اللفظ لم يصدر من فمك ابدا؟ لم يصدر مني اطلاقا. طيب حاضر، مع وافر. شكرا. طيب شكرا جزيلا يا استاذ سليمان. استاذ محمد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لحضرتك وكل القائمين على البرنامج من اول الكنترول لحد المخرج. الله يبارك فيك. ممكن اتكلم فضيله الشيخ؟ اتفضل. تحياتي لحضرتك فضيله الشيخ، ربنا يبارك فيك. الله يسلمك. انا ليا سؤالين عند حضرتك بعد اذنك. اتفضل. وبالنسبه للخاتم اللي هو بيطلع عليه او للتحصين او للحفظ بيطلع عليه قران، يعني هل ده يخش من باب الحرمانيه من باب التمائم لا تم الله ولا لا؟ السؤال الثاني، انا كنت اشتريت شقه تابعه لوزاره الاسكان، وكانوا عاملين لنا حدث مثلا ده اسكان بيديني عليها فوائد كل سنه، هل الفوائد دي تعتبر حرام ولا حلال ولا استفيد منها؟ بشكر حضرتك جدا جدا وبشكر الشيخ، ربنا يبارك فيك. شكرا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. استاذه سلوى، استاذه سلوى اتفضلي يا فندم. ايوه اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا فندم. فضلت الدكتور اكلمه؟ اتفضلي. اهلا اتفضلي يا فندم. حضرتك عايزه اسال، انا ليا ابني خلص جامعه واشتغل، فكنت عايزه اسال حضرتك هل ممكن اول راتب له اعمل بيه ضحيه ولا يوزعه على الحاجات اللي هي الملاء الجمعيات يعني والفقراء وكده؟ الاحسن ايه حضرتك تنصحني اعمل ايه؟ طيب حاضر. حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك. طيب اتفضل يا مولانا، نبدا بام محمد. لا انت قول لي قالوا ايه كده بالاختصار وانا على طول هجاوب. حاضر. طيب لو بدل اقول بسليمان، هل يجوز قراءة القرآن عن غير وضوء استاذ سليمان في حتة كمان الطلاق؟ اللي يجوز قراءة القرآن من غير وضوء. وام محمد كانت بتقول انه افرض واحد بيتعتع في القرآن. ايوه بالظبط يا فندم. وده في الحقيقة اجبنا عليه بانه التعتعة في القرآن دي ليها اجرين. وان الانسان معلش وزر ولا حاجة، ولازم عليه انه هو يقرأ، لانه كل ما قرأ كل ما لسانه تفك حتى لو كان اميا. اكيد. طيب هل يجوز قراءة القرآن على غير وضوء يا مولانا؟ نعم. كان يقرأ القرآن على كل حال. نعم. كل حال يعني متوضي او مش متوضي. الا ان يكون جنبا، يبقى ما نقراش القرآن واحنا جنب، لكن من غير كده يبقى يجوز ان احنا نقرأ على كل حال. طيب السؤال التاني بتاعه إن هو راح كتب وثيقة طلاق كتابة بس، كتابة فقط كده، لكن ما طلقش، يعني مسك حتة ورقة ولو كانت الورقة دي هنا وهنا. أنت ارتكبت أولا خطأ كبير وخطيئة، أنك أنت كذبت كأنك على الورق، يعني عملت ورقة والورقة دي غير حقيقية، هو ما زال متزوج الست ولكن كتب ورقة أنه مش متجوزها. دي كانوا بيلجأوا فيها يعملوا ايه؟ لما يكون في ولد كبير عليه جيش هم يروحوا يعملوا الحركة دي. مظبوط. علشان الورقة دي تستغل في انه تهربوا من الجيش، يبقى هو العائل الوحيد مثلا، يبقى هو العائل الوحيد ام حاجة زي كده يعني. طب معلش احنا بنتكلم بقى من ناحية الشرعية، يبقى احنا ده خطأ وخطيئة وكل حاجة، ده بنقرره الاول كده عشان الناس ما تعملوش. لكن احنا في واقع اهو، الراجل عمل كده، انا مش هخطبك انت بقى، انا هخطبها هي وهقول لها لو كان هذا الكلام صحيح بهذه الصفة تبقى انت لسه زوجته وهو ما طلقكيش، وعلى ذلك لا يجوز لك ان تذهبي للكده. طب وامام القاضي وامام الناس، راحت اتجوزت وجوازها صحيح 100% وما عليهاش حاجه قانونا، لكن شرعا، لكن شرعا مصيبه سودة، هي مرات الزوج الاول، وده مرات الزوج الاول وصاحبنا التاني اللي معاها ده ضحكت عليه، ويبقى بالشكل ده زنا الى اخره. هتيجي بقى تعيط وتقول لي ايه بس هو كذب عليا وقال لك غلط؟ معلش دي قضيه تانية،
لكن احنا دلوقتي على فرض صحة كلام الأستاذ سليمان دلوقتي وانه صحيح 100% وان هي معتقدة في هذا الكلام، انت ما زلت زوجة الأستاذ سليمان. ليه بقى؟ الفقه بيقول ايه؟ الكتابة كناية. كتابة كناية تحتاج الى نية. صاحبنا لا نواه ولا قال يبقى خلاص لسه زوجته. ولذلك عندنا المأذون لازم يخليه يقول وراه كده يقول لها انت طالق. لكن لما ما قالش واتفق مع بعض انهم يكذبوا بالورقه دي يبقى لسه زوجته. طيب الاستاذ محمد بيسال حضرتك عن الحرز. هو مش الحرز، هو بيقول الخاتم اللي مكتوب عليه حاجه من القران او حاجه من كذا الى اخره، هل ده تميمه؟ لا مش تميمه، لان خاتم رسول الله كان مكتوب عليه الله وبعدين كلمة رسول وبعدين كلمة محمد، يعني من تحت محمد رسول الله. وهناك الدنانير وكذا يقول لك مثلا ربي لك الحمد مثلا، أو ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى أو كذا إلى آخره. ده مش حروز ولا نظام، ده قرآن، ولذلك كله ده مفيش حاجة. كما إن هذا النوع من القرآن أجاز الإمام مالك التميمة فيه، فقال التميمة دي لما تكون كلام غير مفهوم كلام، لكن القرآن لا، القرآن كويس مفيش بقى. التوائد الشقة اللي واخدها من الإسكان، الشقة من الإسكان فعليها فوائد ما دام توسطت السلعة مفيش ربا، ولذلك فالحاجة العقارية دي ما فيش فيها ربا لأنه ده بيع بالأجل. نعم. طب أستاذ سلوى بتقول أول راتب لابنها هو طبعا وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون، فافعلي فيما شئتي. نعم. لكن على كل حال تستطيع أن أنت تحطي للأيتام، تحطي لي هنا، يعني مفتوح قدامك. طيب. ومبروك الولد انه تعي. طيب من بين الاسئله الحقيقه اللي على الفيسبوك في عجاله، احنا اسفين جدا لحضراتكم، كان سؤالنا ما رايك في سماع القران الكريم وسط المؤثرات الصوتيه وهل تحرص على ختامه في شهر رمضان؟ علا بتقول يجب ان تكون قراءه القران في جو من الهدوء والسكينه حتى يسهل تدبر معانيه. سلوى حسني بتقول سماع وسط مؤثرات لا يؤثر لمن يريد ان يكون بكل جوارحه مع القران الكريم. رشا محمود بتقول نحرص على ختمة واحدة حتى لا نلهي قلوبنا بسرعة القراءة. رشا محمود برضو في تعليق ثاني، يعني كثرة سماع القرآن تأتي بالقلوب الغافلة ويجب اعتياد أذاننا على القرآن. الخير بيقول زينوا القرآن بأصواتكم، الله يجعلنا من أهله ونحرص والحمد لله على ختمه دائما حتى في غير رمضان. من الاسم اس يا مولانا، أستاذة مي بتقول لحضرتك إن هي حامل وتعبانة في الحمل، هل يجوز أن تخرج كفارة ولا تصوم؟ ما دام الطبيب أو الحالة بتاعتها يبقى تخرج كفارة. تخرج كفارة. أشكر فضلك شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. مرحبا بكم.